سعيد بن جبير على كل حال رجل من أوعية العلم ومن الناس اللي معروفين بالتدين والالتزام والأخلاق، ويعتبر من حواري الإمام زين العابدين سلام الله عليه. سعيد بن جبير طلع مع القراء، القراء لما ثاروا على الحجاج من جملتهم سعيد بن جبير، فشلت الحركة، هرب. لما هرب لاحق الحجاج ملاحقة شديدة، لاحقوا إلى أن ظفروا به. لما ظفروا به أرادوا أن يلقوا عليه القبض، ماكو داعي، أنا جاي وياكم أبدا، لا تكبلوني ولا تضعون حبل، لا تحلون بيني وبين أداء صلاتي، أنا وياكم. جاء فعلا، اجي جابوه أدخلوه على الحجاج، شار راسه إليه، قال له من؟ سعيد بن جبير. قال له بلى أنا سعيد بن جبير. قال له لا أنت مشتبه، أنت شقي ابن كسير. قال له أمي أعلم باسمي، لما أمي شمتني هي أعلم باسمي. قال شقيت وشقيت أمك. قال له أنت لا تعلم الغيب، ليش تحكم على أمي بالشقاء؟ منو قال لك ما الله عز وجل راضي عنها يرعاها؟ أنت لا تعلم الغيب. قال أنا أعلم الغيب. قال لو كنت أعلم أنك تعلم الغيب لاتخذتك إله. قال لي إليك سؤال. قال شل. قال أخبرني أي الخلفاء أحب إليك؟ قال أرضاهم لخالقي. قال أيهم أرضاهم لخالقك؟ نعم. قال علمهم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال أبيت أن تصدقني؟ قال أبيت أن أكذبك. ما لا أنا جعت فيها بصدق وما أحب أكذب عليك. قال له شيء واحد أطرحه عليك، اختر أي قتلة تحب أن أقتلك بها. شلون تحب أقتلك؟ على أي قتلة؟ يعني نمط القتلة اللي تريدها شنو؟ إلى هنا تبسم سعيد بن جبير. قال له تضحك؟ قال له أي والله أضحك من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك، اشتاني بيك. الله يرضى عليك. حكم الله عز وجل. قال له أنا ما أعرف تخطيط الله، ما أعرفه، وإلا أنت هالجرأة هالجسارة أنت، يا جعل أنت هالجسارة على الله عز وجل وهاللون من التهجم على الدماء. أي قتلة تحب أن أقتلك؟ قال له هكذا؟ قال له بلى. قال له كما تحب أن تقتل، لأن القتلة اللي تقتلني بها الله عز وجل يقتلك بمثلها، افعل ما بدالك. قالوا اسحبوه جروه. قالوا دعوني أتوجه إلى القبلة. قال وجهوه لعكس القبلة، قرأ أينما تولوا فتم وجه الله، كبوه إلى الأرض، قرأ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نتيجة ضربوا عنقه قتلوه، انفصل رأسه وهو يقول اللهم لا تسلط الحجاج على أحد من بعدي. وفعلا هو عاش من بعد 15 يوم. موضع الشاهد شنو؟ موضع الشاهد هال 15 يوم بمجرد أن يحط رأسه على الوشادة ما يذوق النوم أبدا، يقولوا له لم لا تنام؟ يقول كلما أردت النوم أخذ سعيد ابن جبير بحلقي، كلما أردت النوم أخذ بنفسي، ما استطيع أتنفس. الكتاب لما يمرون بها يذكرون نظرية نفسية ويقولون أن هذه يقظة الضمير، ثورة الضمير. على العموم ما شئت أن تسميها. نتيجة هذه هل ظاهرة أن بعض الجبابرة يلاحقهم الله عز وجل حتى بالنوم حتى لا تهدأ أعصابه، يعني يريد لعذاب مستمر، يريد يخليه في معاناة مستمرة، لأن النوم عادة يهدئ الأعصاب، النوم عادة يخلي الإنسان مو على تفاعل مع الآلام، يبعد عن حظيرة الأجل. هنا لا، يقول له ألحقك حتى بالنوم.